بسام من الأردن، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك أخي، وبارك حياكم الله الله. في فضيلة الشيخ الدد، وإن شاء الله ونعزيكم ونعزي جميع بارك الله بكم وعظم الله أجركم. رضا ورحمة الله، أعظم الله أجركم سيدي. أحسن الله عزاكم إن شاء الله. آمين. سؤالي بشكل بسيط، هل المولود ليس السقط وإنما الوليد حديث الولادة، من أب نصراني أو يهودي، هل هذا الوليد يشفع لوالديه يوم القيامة؟ وليد من أب نصراني أو يهودي هل يشفع لوالديه يوم يوم القيامة؟ القيامة، نعم. طبعا بارك الله. هو مسلم هذا الوليد، ولا لا زال وليدا، ربما صغيرا. الوليد على الفطرة، لكن أبواه هو هم توفي. توفي، نعم. اي نعم توفي. طيب جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا لكم لاتصالكم. معنا اتصال آخر. سؤال الأخ حول المولود. سؤال الأخ من الأردن. اي نعم. نعم، بالنسبة للكفار، من مات كافرا على أي ملة، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مشركا أو مجوسيا أو أي ملة أخرى، لا فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والله تعالى يقول في ملائكته الكرام: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فمن ليس مرضيا عند الله لا تنفعه الشفاعة ولا يمكن أن يشفع له أحد. وأولاد الكفار الذين ماتوا على الفطرة وهم صغار اختلف في مصيرهم يوم القيامة على أقوال قد نظمها السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع، فقال: والخلف في ذرية الكفار، قيل بجنة وقيل النار وقيل بالبرزخ، والمصير تربا والامتحان عن كثير، وقيل بالوقف، وولد المسلم في جنة الخلد بإجماع النمي. ذرية الكفار الذين ماتوا صغارا مختلف فيهم في مصيرهم يوم القيامة على 7 أقوال. القول الأول أنهم من أهل الجنة لأنهم ماتوا على الفطرة ولم يبلغوا حد التكليف. القول الثاني أنهم من أهل النار لأنهم تبع لآبائهم وأمهاتهم كحالهم في الأحكام الدنيوية، فالأحكام الدنيوية يحكم لهم بالتبعية، فإذا كانوا أحرارا يحكم لهم بالتبعية لآبائهم، وإذا كانوا على رقاء فيحكم لهم بالتبعية لأمهاتهم. القول الثالث أنهم يذهبون فقط يحشرون إلى البرزخ، ثم كما تحشر البهائم، ثم لا يكون لهم مصير بعد ذلك، لا إلى جنة ولا إلى نار، بل إلى العدم. والقول الرابع أنهم سيكونون على الأعراف، فيكونون من أصحاب الأعراف الذين هم حكم بين أهل الجنة وأهل النار، وأصحاب الأعراف مصيرهم الأخير إلى الجنة، لأن الله أرحم الراحمين وهم يطمعون في رحمته. لذلك إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، فهم يطمعون في رحمة الله سبحانه وتعالى، فلذلك جميل. كان مصيرهم. وقيل يكونون ترابا فلا يبعثون أصلا، وقيل بالوقف يوقف عنهم، وقيل هذا الوقف يعني ليس مذهبا وإنما هو سكوت عنهم، نعم. لأن النص لم يحدد لنا شيئا فيهم. طيب، هنا من الأقوال هذه ما الذي ترجحوه أو ما الذي تأمله؟ حتى نكمل، وقيل بالامتحان، وهذا القول السابع، أنهم مثل فترة يبعثون فيرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم يمتحنون به، فمن صدقه منهم دخل الجنة ومن كذبه دخل النار. هذه الأقوال السبع، لذلك قال من بينها نظم هو. ماذا تختارون أو ماذا ترجحون أو ماذا تتمنون، ربما لأنها ليست أحكاما في نهاية المطاف؟ بالنسبة لهذه الأقوال كلها لأهل السنة، هي من مذاهب أهل السنة، والذي يبدو أن القول بالامتحان هو أقربها، لأن أهل الفترة أيضا مسكوت عنهم، لأن الله قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. وهم يمتحنون يوم القيامة ببعثة النبي صلى الله عليه صلى وسلم، الله عليه ومن وسلم. صدقه منهم دخل الجنة ومن كذبه دخل النار. فهذا القول هو آخر قول من الأقوال السبعة التي ذكرناها، هو أقربها عندي، نعم. والله أعلم.